الكبرى يا ما بحب شعرك زبط هذا شعرك جنن يا عم يلا نمشي لهناك 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 كثير حلو لهناك سترة لهناك حبيبي روح سترة سيدرا عمو حبيبي هذا طرفك انت هون مكسور وبنفس الوقت قصير انت كل شيء بتعرجي صح لانك انت هاي رجلك بتكبر ورجلك هاي ما بتكبر عشان الحر كان في لي صحبات كثير وعمام كلهم هناك وعشناهم يعني فتواصلنا معاكم مع شركة هانديكاب عشان كان بدي طرف جديد وطرف القديم صار له عمره 3 سنين وطلعنا وتواصلنا معكم اجينا هون فحكيت له انه راح نساوي لك طرف جديد وساويت له تانك الطرف هذا تبعنا جديد تشوفي كيف صحيح هذا عمل صوره هلا احنا بنعمل له عيارات اذا كان عالي واطي اذا كان عالي بنقصره اذا كان واطي بنعليه من جوا تمام في هون بالعظم هون في وجع هون؟ يلا امشي شوفي هلا اسهل صار؟ يلا حسيت فرحة كبيرة عشان هو ما ضايقني المدرسة روح عليها بفرحة كبيرة نمشي مع صحباتي كمان بفرحة أكثر حلو تغير علي مثلا شكله أو تغيرت علي مثلا إنه لأنه كان غير هدلاك بس أنا حبيته ثانك بنغطيه هي شكله مسوره بس احنا ايش بنغطيه بصير شكله حلو ما راح تضل هيك حديد وتمشي على الحديد الا اذا بدك تخليه